ميدانية في حلب وريفها يطلعنا عليها مراسلنا من هناك شادي حلوي. شادي مرحبا بك، ماذا عن تفاصيل تطورات اليوم؟ مساء الخير لك رشا ولأسامة ولكل مشاهدي الفضائية السورية. الجيش العربي السوري واصل عملياته في مختلف مناطق الريف الحلبي ومدينة حلب، والحقيقة يعني منذ البارحة وحتى اليوم اشتباكات عنيفة في مختلف مناطق الريف وبالتحديد على طريق المسلمية بدءا من دوار الجندول ووصولا لمحيط مشفى الكندي وحتى محيط سجن حلب المركزي. أريد أن أبدأ من الريف ومن ثم أنتقل للمدينة. طريق المسلمية شهد عدة عمليات منذ البارحة وحتى اليوم عند العويجة ومعمل السجاد ومعمل بيرة وحندرات ومحيط مشفى الكندي، وإلى الآن اشتباكات عنيفة في محيط مشفى الكندي وعدد من المناطق القريبة منه سواء كانت منطقة العويجة وحندرات، وتم تكبيد هؤلاء المرتزقة خسائر كبيرة جدا في عديدهم وعتادهم وقتل أعداد كبيرة منهم. فيما إذا انتقلنا من طريق المسلمية إلى الريف الشمالي وبدءا من عنادان حيث تم استهداف تجمعات لهؤلاء المرتزقة بالقرب من مشفى عنادان وحريتان عند مفرق آسيا وكفر حمراء، أيضا شهدت عدة عمليات أسفرت عن تحقيق إصابات مباشرة في صفوف هؤلاء المرتزقة بين قتيل ومصاب. فيما إذا انتقلنا إلى المدينة أريد أن أبدأ أيضا بالاشتباكات التي جرت على المحور المؤدي إلى طريق المسلمية المدينة بدءا من دوار ليرامون إلى الكاستيلو، وقبل الكاستيلو كان هناك اشتباكات أيضا عند معامل الليرامون وصولا إلى الكاستيلو والسكن الشبابي الطريق المؤدي إلى شقيف. اليوم كانت هناك اشتباكات على الأرض عنيفة، والجيش العربي السوري بدأ حملة موسعة بدءا من دوار ليرامون باتجاه منطقة الشقيف على الأرض، وأعداد من القتلى كبيرة جدا في صفوف هؤلاء المرتزقة، وتم تدمير عدد من آلياتهم بالإضافة إلى مدافع الهاون التي كانت منصوبة على جنوبات الطريق على جانبي الطريق عفوا. فيما إذا انتقلنا من منطقة الكاستيلو إلى الشيخ مقصود، وأيضا يعني هذا هو المحور المؤدي بالكامل يعني من الليرامون إلى أكثار البذار إلى ظهرة عبد ربه والكاستيلو الشيخ مقصود السكن الشبابي، وكل هذا المحور شهد عدة عمليات، واليوم العمليات مركزة في هذا المحور بالإضافة إلى عدة عمليات سواء كان في منطقة مساكن هنا عند قسم الشرطة وأيضا في مناطق العامرية والمشهد وتل الزرازير، وصولا إلى إشارات المشهد أيضا اشتباكات عنيفة، والجيش العربي السوري ما زال على مدار 48 ساعة يشتبك مع هؤلاء المرتزقة ويحقق إصابات مباشرة في صفوف. هذا فيما يخص المدينة بشكل عام، أما المدينة قديمة وأيضا هناك اشتباكات سواء ما بدأنا من منطقة العقبة إلى باب انطاكة، وأيضا العمليات منفذة عند الجلوم، وهذه عمليات مشتركة كلها ما بين الجيش العربي السوري والجهات المختصة وأيضا اللجان الشعبية وكتائب البعث وقوى الأمن الداخلي. هذا كل ما لدي، ودائما وأبدا تحت أقدام جيشنا العربي السوري يسقط ويسحق المحال. عودة إليكما في الاستوديو. شكرا لك شادي حلوي مراسل الأخبار، شكرا لوضعنا في هذه التفاصيل.